مرحبا بكم عبر أثير إذاعة تاونز العلمية. صور قرآنية، أحاديث دينية، أناشيد وطنية ومشاركات ومساهمات لتلامذتنا. إذاعة المدرسة فضاء رحب لإبداعاتكم. مرحبا بكم زملائي وزميلاتي، أساتذتي وأستاذاتي. بعد افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطاقم التربوي لمدرسة تاونز العلمية يوم الأحد 23 أوت 2020، يسعدنا في هذه الصبيحة أن نستقبل مدير العلاقات العامة والإعلام في مدرستنا الأستاذ الحاج موسى إلياس بن داود. أستاذ إلياس، كان المتعلمون يزاولون الدراسة عن بعد لمدة 3 أشهر، كيف كانت التحضيرات لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكركم جزيل الشكر على استضافتكم الكريمة في إذاعتكم المتميزة، ونشكر بهذه المناسبة طاقم الإذاعة على الجهود المتميزة في التوعية والتثقيف والتنوير في الشأن التربوي والتعليمي بمدرسة تاونزة العلمية. بالنسبة للتحضيرات يعني كانت مكثفة واستثنائية، يعني نظرا للوباء والجائحة التي يعني كنا نمر بها، ويعني ربما يعني كان أول شيء فكرت فيه مدرسة تاونز العلمية هو تشكيل خلية لإدارة الأزمة على مستوى إدارة المدرسة، وهذا بهدف متابعة المستجدات والتكيف مع الوضع أولا بأول. دائما في التحضيرات يعني اعتمدت المدرسة هيكل تنظيمي مؤقت، ويعني أوقفت العمل بالهيكل التنظيمي يعني العادي، وهذا من أجل تسيير يعني الأزمة بشكل أفضل من خلال استحداث خلايا تابعة لخلية إدارة الأزمة أهمها، يعني نذكر على سبيل المثال خلية التعليم عن بعد، كذلك خلية تكنولوجيا المعلومات والدعم التقني، كذلك خلية الإحصاء والتواصل مع الأولياء، وخلية العلاقات العامة والإعلام، كذلك خلية التوعية والدعم النفسي، وأيضا خلية الأنشطة الثقافية والإبداعية، وخلية خاصة بمتابعة طلاب شهادة البكالوريا. كذلك من بين التحضيرات يعني والجهود التي كانت مبذولة التواصل المستمر للمدرسة مع أوليائها ومتعلميها وطواقمها الإدارية والتربوية فور بداية الأزمة من خلال القنوات الاتصالية المعتمدة والمتعددة، وكانت على شكل لقاءات مباشرة أو اتصالات هاتفية أو رسائل SMS، وكذلك عبر المنصات التواصلية والإعلامية الداخلية المتعددة. كذلك كان هناك التحول الرقمي للتعليم والتعلم عن بعد في مدرستنا منذ بداية الأزمة، دائما يعني منذ شهر مارس يعني 12 مارس 2020، من خلال المنصات التعليمية المعتمدة سابقا في المدرسة. يعني لعلمكم بأن المدرسة يعني كانت تعتمد منصة تواصلية وإعلامية مسبقا يعني مع الأولياء، وكانت هناك شعارات يعني تبنتها المدرسة في تلك الفترة من بينها التعليم والتعلم فوق كل الأزمات، ومثلا على سبيل المثال ابقى متصلا وتعلم من أي مكان، أو هناك شعار آخر مستمرون في التعليم والتعلم، أو من بيوتنا نعلم ونتعلم. والحمد لله كلها كانت شعار يعني تدعم المواصلة في عملية التعليم وعملية التعلم، وكان رهاننا أن لن يعني يتوقف هذا التعليم أو التعلم، والحمد لله. كذلك التواصل مع جميع الأولياء والمتعلمين في المدرسة لضمان انخراطهم وتسجيلهم في المنصات التعليمية، مع تقديم الدعم التقني المستمر لأبنائنا المتعلمين من أجل ضمان استفادتهم من المنشورات والدروس، وكذا وحققنا بذلك يعني مستويات قياسية من الانخراط والتفاعل في التعليم،
عن بعد، وكانت الإحصائيات والمخرجات يعني مشجعة ومحفزة للطاقم من أجل بذل المزيد. حوالي تقريب 1000 درس تم رفعه إلى هذه المنصات يعني في جميع الأطوار من التحضير إلى البكالوريا. كما أسلفت يعني الطاقم التربوي والإداري للمدرسة بذل جهود معتبرة جدا واستثنائية من أجل استمرار عملية التعليم والتعلم عن بعد يعني عبر المنصات التعليمية التي تمت من خلالها مراجعة دروس الفصل الثاني ثم إكمال برنامج الدروس للفصل الثالث، وكذلك إعداد برامج خاصة بالمرافقة تحضيرا للاجتياز لامتحانات شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا دائما تحت إشراف خلية التعليم عن بعد. وقد يعني حقيقة هنا يعني ربما ننوه إلى أن المتعلمون يعني أبهرونا بأعمالهم وإبداعاتهم وانخراطهم وتفاعلهم مع الدروس والأنشطة التي كانت تتم كلها عن بعد، والحمد لله. هنا مما شجع المدرسة على برمجة اختبارات رقمية عبر المنصات التعليمية تهدف إلى تقييم استيعاب المتعلمين في مرحلة التعلم، وهنا لخلية الدعم النفسي يعني دور مهم جدا في هذه الأزمة يعني حيث أنها كانت ترافق المتعلمين وأسرهم في فترة الحجر المنزلي عبر المنصات التعليمية وعبر التواصل الفردي من خلال برامج الخلية المتنوعة. وتقريبا هذه هي حصيلة للتحضيرات التي كانت مدرسة تونزا العلمية انتهجتها في فترة الجائحة، وإن شاء الله نسأل السلامة للجميع. والآن نشاط باللغة الإنجليزية. Hello, I'm Yava. What's your name? My name is Susan. How are you? Fine, thank you. How old are you? I'm 7. كان معكم المتعلم بن زكري طه بن فاري من قسم السنة الثالثة 2. كانت معكم المتعلمة باكلي عائشة بنت أحمد ياسين في قسم السنة الثالثة 2. أستاذ إلياس، كيف كانت أجواء دخول الموسم الدراسي 2020 و2021 بعد انقطاع الدراسة لأزيد من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا؟ حقيقة فإن أجواء الدخول الموسم الدراسي 2020-2021 في مدرسة تونس العلمية كانت متميزة جدا في البرامج والأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها لفائدة الطاقم والمتعلمين وكذا الأولياء، وكانت استثنائية من جانب آخر من خلال الظرف الصحي الذي نعيشه ويعيشه العالم برمته في مواجهة وباء كورونا الذي استوجب منا التكيف والتأقلم معه من خلال اتباع الإجراءات الوقائية الصارمة التي أقرها البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة التربية الوطنية. وفي هذا الصدد يعني ممكن نعرج على بعض الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المدرسة خلال يعني الدخول المدرسي لهذا الموسم، منها مثلا تنظيم لقاء من طرف إدارة المدرسة جمع طلبة البكالوريا وأوليائهم من أجل طرح جميع السيناريوهات المحتملة للإعداد الجيد والمتميز لامتحان شهادة البكالوريا، كذلك تنظيم تربصين تحضيريين لطلبة البكالوريا الأول نصف مغلق والثاني مغلق، تخللهما تنظيم امتحان شهادة البكالوريا تجريبي بالتعاون مع مدرستين أخريين، وقد تكللت جهود الجميع والحمد لله بحظ المدرسة لنتائج مشرفة جدا في شهادة البكالوريا على مستوى ولاية غردايا. كذلك أهم يعني حدث ربما نذكره في هذا الموسم هو تنظيم الجامعة الصيفية التكوينية لطاقم تونز العلمية تحت شعار من أجل دخول مدرسي متميز
امتدت الجامعة لحوالي شهر من الزمن، ويعني اعتمدت الجامعة الصيفية في هذه السنة على 3 أنواع من التكوينات، وهي التكوين الأولي والتكوين المستمر والتكوين الذاتي. فصارت فلسفتها تنبني على 3 استراتيجيات نذكرها، هي استراتيجية العمل بالمشاريع، واستراتيجية الصف المعكوس أو الصف الدراسي المعكوس، كذلك استراتيجية التكوين الذاتي. وبناء على هذه الاستراتيجيات تم تصميم 11 مشروعا خلال الجامعة الصيفية وفق خطة محكمة تمحورت حول 3 محاور، وهي التعليم عن بعد والأداء التدريسي ومهارات إدارة الصف. والإنجازات البارزة في هذا الموسم هو إطلاق المنصة التعليمية لمدرسة تونز العلمية، التي عكف على دراستها وتحضيرها والتخطيط لها فريق تقني وإعلامي متكامل. الحمد لله كان إطلاق المنصة في بداية شهر أكتوبر 2020 للأولياء والمتعلمين وكذلك الأساتذة. كذلك تم تنظيم أيام مفتوحة على المدرسة للسادة الأولياء، تم التركيز فيها على تسجيل ومرافقة الأولياء في مختلف المنصات التواصلية الإعلامية والتعليمية المعتمدة في المدرسة تحت إشراف فريق الدعم التقني والإعلامي. كذلك تنظيم مداخلات توعوية وتحسيسية للسادة الأولياء الكرام بمناسبة الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي، شملت الجوانب البيداغوجية الصحية مع المستشارين الصحيين للمدرسة، وكذلك النفسية والتواصلية والتنظيمية. والمدرسة أيضا فكرت في تنظيم برنامج للمواكبة، يعني مواكبة المتعلمين وتحضيرهم وتهيئتهم للدخول المدرسي من خلال أفواج مصغرة وفق برنامج زمني محكم في كافة الأطوار التعليمية. تم التركيز فيها على الدعم النفسي أولا، الدعم النفسي للمتعلم بعد غياب طويل عن المدرسة، إلى جانب أنشطة دعم في اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية، وكذا أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية تساعد المتعلمين على الاندماج والعودة للحياة المدرسية بنفس جديد. ويعني هناك العديد من الأنشطة والفعاليات، يعني ربما هي منشورة في صفحاتنا وقنواتنا، ننوه للسادة الأولياء الكرام عبر هذا الأثير وعبر هذه الإذاعة بأن التقارير الإعلامية والمداخلات المسجلة لمختلف الفعاليات المنظمة في المدرسة موجودة على مستوى قنواتنا الإعلامية الرسمية، الصفحة الرسمية للفيسبوك وقناة اليوتيوب، وكذلك المنصة التعليمية الجديدة. 1 2 3 4 5. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. هذه هي قوانين الدرس، هيا نقولها في همس. احضر على الوقت والتزم بالصمت، اجلس في مكاني وانظر للشاشة، اجلس جلسة صحيحة واضحك ببشاشة، لا اقاطع لا اتكلم حتى يأذن للمعلم. هذه هي قوانين الدرس من 1 حتى 5. كلمة لمتعلمينا وأساتذتنا بمناسبة الموسم الجديد. بداية ننوه ونتوجه بالشكر الجزيل لكافة الأسر، أباء وأمهات وأولياء، التي تعاونت مع المدرسة وتكيفت مع الوضع الراهن وبذلت جهودا متميزة مع أبنائها في سبيل التحول للتعليم الرقمي والتعليم عن بعد طيلة الأزمة، من خلال تفاعل مع منشورات الأساتذة والتواصل مع المدرسة ومتابعة الأبناء بكل حرص واهتمام. كما نتوجه بالشكر الجزيل لطاقم المدرسة على المجهودات الجبارة التي بذلها ويبذلها في سبيل ضمان استمرار التعليم والتعلم، إيمانا منه بأن التعليم والتعلم فوق كل الأزمات. طبعا دون أن ننسى أبناءنا المتعلمين في جميع الأطوار التعليمية من التحضير إلى الثانوي، نقول لهم جميعا أحسنتم وأجدتم وأبدعتم، فواصلوا جدكم واجتهادكم وعزمكم في طلب العلم، فكما يقال الأزمة تلد الهمة. وقد علمتنا جميعا هذه الأزمة بأن طلب العلم والاستزادة منه ليس مرهون داخل أسوار المدرسة فقط، وإنما في أي مكان وفي أي وقت. ونسأل الله تعالى أن يرفع عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء ويحفظنا منه ويبارك في أنفسنا وأعمارنا لمواصلة الاجتهاد والمرابطة في ميدان التربية والتعليم.
مؤدين للرسالة المنوطة بنا على أكمل وأحسن وجه، ويجعلها سببا لنا في نيل رضاه سبحانه وتعالى. وشكرا جزيلا على استضافتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم، نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم. مدرستي سر سعادتنا، وبها تم يحلو موعدنا. نعم للعودة للمدرسة، مهما غبنا عنها إنا بالشوق إليها قد عدنا. نعم للعودة للمدرسة، مهما غبنا عنها إنا بالشوق إليها قد عدنا. مدرستي مدرستي، نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم، نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم، نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم. كانت معكم في تنشيط هذه الحصة المتعلمة بغباغة آمال بن صالح من قسم 5-1. نعم للعودة للمدرسة، نعم 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 نعم.